لموائد الإفطار الجماعي في عدن أهداف اجتماعية تجمع شمل أبناء الحي الواحد، كما تفعل تكافلا تحتضنه مساجد كثيرة في رمضان من كل عام. أصحاب الحي يقوموا بذلك كلها بالتوجيه وتقديم الإفطار. وفي ساحة البنوك بكريتر عدن أصبح للإفطار الجماعي وظيفة أخرى ابتكرها ناشطون مجتمعيون كطريقة للتعبير عن احتجاجهم إزاء تفاقم أزمات الخدمات العامة وتزايد وطأتها على المواطن. بين أن تكون في فكرة مختلفة يعني للتعبير عن الرأي والحقوق والمطالب، ولأنه نحن في عدن صار الوضع داخل البيت وخارج البيت سيان، يعني الكهرباء منقطعة والخدمات معدومة، فكانت في فكرة أنه يكون في إفطار جماعي ونعبر فيه عن رأينا واحتياجات المواطن من الخدمات، وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت. بعد الإفطار وصلاة المغرب في الساحة ذاتها اختتمت الفعالية الرمضانية ببيان لمنظمات المجتمع المدني وجهت إلى الحكومة. وحتى هذه الساعة ونحن نراقب المشهد العام المتسم بالتفاقم الشديد للأزمات المتعددة للخدمات الأساسية في مجال الطاقة الكهربائية، المياه، الخدمات الصحية. وتأتي أهمية هذا الصوت الاحتجاجي في ظل عدم تحسن خدمات الكهرباء والوقود رغم مرور أكثر من أسبوعين على مجيء الحكومة الشرعية. هنا في ساحة البنوك بكريتر وعلى مقربة من مقر الحكومة يحاول المجتمع المدني إيصال رسالته الحقوقية بطريقة مبتكرة علها تصل إلى آذان المسؤولين مع صوت الأذان. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.